بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. وبعد، إخواني وأخواتي في غاز عنتاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا على هذه الفعالية، على هذا الاحتشاد، نصرة لأهلكم في غزة، وأنتم في هذه المدينة العريقة أصحاب التاريخ المجيد في المقاومة وفي الثورة ضد الأعداء والمحتلين، وأنتم تدركون قيمة ما يفعله إخوانكم في غزة من صمود ومقاومة وما قامت به كتائب القسام في 7 أكتوبر. لا يخفى عليكم أن 7 أكتوبر كان انتصارا من القسام ومن غزة رغم حصارها للمسجد الأقصى، لذلك سموه طوفان الأقصى، الأقصى الذي كان العدو يخطط لهدمه وبناء الهيكل المزعوم. اليوم احنا في 44، ما الذي يجري؟ أولا، جريمة متواصلة، إبادة جماعية من الكيان الصهيوني، هدم المستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس والأحياء السكنية، أكثر من 12,000 شهيد، نصفهم من الأطفال، آلاف من النساء، محاولة تهجير أهل الشمال إلى جنوب القطاع، جريمة في وضح النهار. هذا أولا. ثانيا، هناك احتشاد دولي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية الظالمة المجرمة، هناك تحالف صليبي يدعم هذه الصهيونية القاتلة المجرمة، هؤلاء الذين فشلوا في الميدان العسكري فينتقمون من المدنيين، من الأطفال، من النساء. ثالثا، ما زلنا بعد كل هذه الأيام الطويلة نرى عجزا في المنطقة العربية والإسلامية. نعم، هناك تفاعل شعبي كبير، هناك مواقف رسمية تدين العدوان وتنتصر لغزة، ولكن لم نصل إلى المرحلة التي نكافئ فيها احتشاد الأعداء. وربنا سبحانه وتعالى يقول: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. نعم، مطلوب اليوم أن يتشكل موقف عربي وإسلامي رسمي وشعبي متضامن لتشكيل جبهة تواجه جبهة الأعداء وتوقف العدوان رغما عنهم وتنتصر لغزة وتغيثها. هذا هو المطلوب اليوم. ثم إن إخوانكم في كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية بكل أجنحتها على أرض غزة ما زالت صامدة ولله الحمد، وأنتم تتابعون تصريحات القادة العسكريين في المقاومة والفيديوهات التي تنتشر، وكم قتل من ضباطهم وجنودهم ودمر من مدرعاتهم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. رغم أن ميزان القوى ليس لصالحنا، لكن الله معنا، هناك بطولة عظيمة. لكن اليوم في جريمة كبيرة بحق 2,300,000 من الموحدين، من إخوانكم وأخواتكم، من أهلكم. فاليوم باختصار مطلوب نقلة جديدة في موقف الأمة. ما مضى، نعم، رأينا الملايين في تركيا وفي باكستان وفي أندونيسيا وفي العالم العربي وفي أوروبا وفي أمريكا وفي العالم الحر، رأينا الملايين نزلت إلى الشارع غاضبة من جريمة إسرائيل وغاضبة من الانحياز الأمريكي، بل من تورط إدارة بايدن في المعركة. لكن هل هذا يكفي؟ لا يكفي. اليوم مطلوب أن نبقى في الميادين حتى يتوقف العدوان. ليس كثيرا على غزة ولا على الأقصى أن نظل في الميادين يوما بعد يوم حتى نجبر العدوان على التوقف. ثانيا، نريد المزيد من الدعم المالي والإغاثي عبر البر وعبر البحر، ونطلب من حكوماتنا أن تفعل ذلك حتى نعزز صمود أهلنا في غزة. ثلاث، مطلوب حراك إعلامي وسياسي نواجه الرواية الصهيونية التي كذبت وما زالت كل يوم يكشف عن هشاشة هذه الرواية الصهيونية مع ضغط سياسي. ونتمنى أن تقود التركية، القيادة التركية، مع القيادات العربية والإسلامية في المنطقة
مع بعض الدول الكبرى كروسيا والصين وجنوب إفريقيا وبعض دول أمريكا اللاتينية أن نشكل جبهة في وجه جبهة العدوان الصهيوني والأمريكي. هذا واجب الساعة، هذا نداء الله لنا أيها الإخوة والأخوات. دماء أطفال غزة تستصرخكم، بطولات إخوانكم في القسام في 7 أكتوبر التي رفعت رأس الأمة والتي عززت لدينا اليقين والقناعة بقدرتنا على هزيمة إسرائيل. هذه إسرائيل خطر على تركيا وخطر على فلسطين وخطر على العرب وعلى المسلمين وعلى الإنسانية. مسؤوليتنا اليوم بعد أن قام إخوانكم في 7 أكتوبر بخطوتهم العظيمة أن نتكاتف لإنهاء هذا الاحتلال على فلسطين، على القدس، على كل شبر من فلسطين. هذا الكيان الذي زرع بالإرادة الغربية الأمريكية في وطن الإسلامي في قلبه، مطلوب أن نتخلص من هذا الجسم الغريب الذي لا ينحصر خطره في فلسطين بل يمتد إليكم وإلينا جميعا. بارك الله فيكم، حفظكم الله، نريد المزيد منكم. شكرا لكم على كل ما تفعلون، تقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah'ın selamı ve rahmeti siz kardeşlerim ve bacılarım olan ve şu meydanı dolduran Gaziantep'lilerin üzerine olsun. Siz kıymetli Gaziantep'lileri selamlıyorum. Sizin buradaki duruşunuz Gazze'deki kardeşlerinize destek amaçlıdır. Gaziantep kadim bir şehirdir ve kendisine yakışanı yapmakta, daima Gazze ve Filistin halkıyla beraber olmakta, Filistin kıyamını, direnişini desteklemektedir. Kardeşlerim, ey Gaziantep halkı, sizler Filistin'de yaşananları ve kardeşlerinizin ne yaptığını biliyor ve idrak ediyorsunuz. Bunun anlamını bilmekte ve bunun şuurundasınız. Aksa tufanının çıkışı Filistinli kardeşlerimizi hürriyete kavuşturmak ve Peygamber aleyhissalatu vesselamın miraca yükseldiği Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'yı hürriyetine kavuşturmak için yapılan bir cihattır. Hatta sizler Aksa tufanı diye bunun isminden bile anlarsınız, idrak edebilirsiniz ki bugün yapılan Gazze'de İzzeddin el-Kassam ve diğer Müslüman kardeşlerimizin yaptığı cihadın Aksa için olduğu onun isminden de Aksa tufanından belli olmaktadır. Kardeşlerim, 7 Ekim'den beri yapılan bu Tufanul Aksa, Aksa tufanı İsraillilere büyük bir darbe vurmuş, onları yenilgiye uğratmış, onların bütün hayallerini çöpe atmıştır. Ve İsrailliler buna karşılık büyük cürümler işlemektedir. Malumunuz olmak üzere 15 binden fazla Müslümanı şehit etmiş, 4000'in bu şehit olanların 4000'inden fazlası çocuk, 2000'den fazlası da bayanlardan oluşmaktadır. İsrail'in cürümleri bitmemektedir. İsrail öyle bir vahşileşmiş ki o vahşiliği mabetlere, hastanelere saldırmaktadır. Hastaneleri bombalamakta, camileri bombalamakta, kiliseleri bombalamakta ve halkımızı, normal olan insanları, savaşmayan insanları bombalamaktadırlar. Bunun sebebinin ne olduğunu bilir misiniz kardeşlerim? Çünkü onlar yeniliyorlar, yenilgiye uğruyorlar. Onlar Kassam tugaylarına, mücahitlere, Kudüs seriyelerine hiçbir şey yapamadıklarından dolayı camilere, mabetlere, hastanelere saldırıyorlar kardeşlerim. Ey bu meydanı dolduran Gaziantep'li kardeşlerim ve tüm İslam beldelerinde meydanları dolduran kardeşlerim, Allah sizlerden razı olsun.
Rabbim hayrınızı kabul buyursun kendi katında ve sizlere son olarak da şunu söylemek isterim. Meydanları terk etmeyelim. Meydanları doldurmaya devam edelim. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.